بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بتوفيق الله درسنا في كتاب مختصر شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله، وقد اختصره أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني رحمه الله. وهذا الكتاب أصله للبيهقي رحمه الله، وهو كتاب شعب الإيمان للحافظ العلامة الفقيه الشافعي الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله ابن موسى الخراساني البيهقي. ولد البيهقي رحمه الله في شعبان سنة 84 و300، وكانت حياته زاخرة بالعلم طلبا وتحصيلا وتأليفا وتدريسا، وترك جمعا من المؤلفات والمصنفات النافعة، منها السنن الكبرى والسنن الصغرى ومعرفة السنن والآثار والخلافيات ودلائل النبوة وشعب الإيمان وفضائل الأوقات والأسماء والصفات والاعتقاد وغير ذلك من الكتب النافعة. توفي البيهقي في جمادى الأولى سنة 58 و400 رحمه الله رحمة واسعة. وأما هذا المختصر فهو للإمام القاضي الفقيه أبو المعالي عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد التميمي القزويني الشافعي. ولد في تبريز سنة 53 و600، والقزويني رحمه الله لم يعمر، فتوفي سنة 99 و600 عن عمر بلغ 46 سنة. وهذا المصنف هو في شعب الإيمان، وهو مختصر لكتاب البيهقي. والبيهقي رحمه الله أخذ كتابه من المنهاج في شعب الإيمان للحليمي، وقد ذكر أنه سار على طريقة الحليم في تقسيم الشعب، إلا أنه أورد الأحاديث بأسانيدها، بينما الحليم كان يورد الأحاديث ويقتصر على الراوي ويحذف السند، وسيأتي التنبيه على هذا أثناء الشرح. فنشرع في قراءة الكتاب، ثم أعلق بما يفتح الله تبارك وتعالى به على ما ذكره المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من شرح وتعليق شيخنا على مختصر شعب الإيمان لأبي المعالي عمر بن عبد الرحمن القزويني غفر الله له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين محمد المبعوث إلى الخلق أجمعين، وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأمته المتقين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. وبعد، فقد تكرر من سيدنا ومولانا نادر بلاده وناصح عباده وعلامة زمانه وأعجوبة أوانه شمس الملة والدين محمد بن القاسم ابن أبي البدر ابن المليحي المزدي الفقيه المحدث الواعظ، أدام الله توفيقه وجعل السعادتين صاحبه ورفيقه، عدة مكتوبات من واسطة إلى بغداد في السؤال عن عدد شعب الإيمان، حيث ورد في صحيحي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها أو فأرفعها أو فأفضلها على اختلاف الروايات قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وإنه بصدد إحاطة علمه بتفاصيلها عددا وتأخر الجواب لأسباب وعوارض، فحين طال الزمان وكثر التكرار أحضرت كتاب شعب الإيمان للإمام الحافظ الفقيه أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 6 مجلدات لأنقلها بذاتها، فوجدتها متفرقة في جميعها لم يجمعها أولا في الخطبة ولا في المجلد الأول، ثم اعتنى بتفاصيل شروحها لكن فرقها في جميع الكتاب، فدعتني الضرورة إلى أن أجمعها من مجموعها وأجعلها مختصرة كرؤوس المسائل، وأقنع باستدلال آية من كتاب الله تعالى أو بحديث من أصح ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما زدت في بعض الشعب آية أو آيات أو حديثا أو كلمات أو حكاية أو حكايات أو بيتا أو أبيات لم يذكرها البيهقي، وقد بوابها 77 بابا. نعم، هذا هو سبب تأليف الكتاب، وهو أن المصنف رحمه الله يذكر أن شيخه المزي رحمه الله سأله سائل عن شعب الإيمان وعما ورد في حديث أبي هريرة الإيمان 74 أو 64 شعبة، وأن سائلا سأل الإمام المزي رحمه الله أن يعد له وأن يبين هذه الشعب، فتأخر جواب المزي رحمه الله لانشغاله بالعلم، ثم لما كثر الطلب وتكرر رأى المصنف أن يجمع هذه الشعب ويسد هذه الحاجة. يقول فنظر في كتاب البيهقي فوجده 6 مجلدات، وأن هذه الشعب منثورة في هذه المجلدات 6، وأن البيهقي رحمه الله لم يجمعها في المجلد الأول ولم يذكرها في الخطبة. وهذه الطريقة الآن أصبحت سائدة بين المؤلفين، أن المؤلف يذكر خطة كتابه في المقدمة، وهذا مما يدل على أن هذا المنهج هو الصحيح، فكأن القزويني رحمه الله مع تقدم عهده تنبه لهذه الطريقة، فلما رأى أن هذه الشعب منثورة في 6 مجلدات جمعها في هذا المختصر، وذكر أنه اكتفى في الاستدلال لكل شعبة بآية أو آيتين أو حديث أو نحو ذلك، وأنه قد يزيد، فجاء كتابه مختصرا واستوفى هذه الشعبة التي ذكرها البيهقي، وسار على طريقة البيهقي في ترتيب هذه الشعب. قال رحمه الله وقد بوابها 77 بابا، أنبأنا بجميعها عنه وجميع كتاب المنقول هذا منه جماعة، منهم الشيخ العالم مسند العراق رشيد الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر المقري البغدادي بها، والقاضي تقي الدين أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد المقدسي من دمشق. قالوا جميعا أنبأ الشيوخ الرواه أبو محمد الأنجد ابن أبي السعادات ابن محمد ابن عبد الرحمن الجامي، وأبو العباس أحمد بن يعقوب بن عبد الله المارستاني، وأبو القاسم علي بن الحافظ ابن أبي الفرج ابن عبد الرحمن أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي. قالوا جميعا أنبأنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي بن عمر الزنجاني في صفر 62 و500. قال أخبرني الشيخ أبو الحسين عبيد الله بن محمد ابن الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، قال أخبرني جدي الإمام أبو بكر حاء، وأخبرناها عاليا عددا مسند الوقت أبو الحسن علي بن أحمد ابن عبد الواحد المقدسي إجازة عامة إن لم تكن خاصة. قال أخبرنا حافظ بغداد أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد الجوزي، ومفتي خراسان أبو سعد عبد الله بن أحمد ابن عمر الصفار النيسابوري إجازة خاصة. قال أنبأنا كذلك أبو القاسم زاهر بن طاهر ابن محمد الشحامي وجماعة إن لم يكن سماعا للثاني عليه وعلى أحدهم. قالوا أنبأنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمة الله عليهم أجمعين. نعم، هذا سند الكتاب من القزويني إلى الإمام البيهقي، وأنه ثابت بهذا السند المتصل بين
المختصر وهو القزويني إلى المصنف وهو أبو بكر البيهقي رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: الأول من شعب الإيمان الإيمان بالله عز وجل، لقوله تعالى: والمؤمنون كل آمن، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. ثم ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، بدأ المصنف رحمه الله في ذكر هذه الشعب، وذكر الشعب الأولى، قال: الأول من شعب الإيمان الإيمان بالله عز وجل، ثم ذكر جملة من الآيات والأحاديث في إثبات هذه الشعبة. في الحقيقة أن الإمام الحليمي وتابعه على هذا البيهقي وتابعهما على هذا القزويني كلهم ذكروا أن الشعبة الأولى من شعب الإيمان هي الإيمان بالله عز وجل. وفي الحقيقة أن الأولى أن تذكر الشهادتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر أن أعلى الشعب وأعظمها، وكذلك بداية التشريع بدأ بلا إله إلا الله، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة وهو يدعو للا إله إلا الله، فهي أول الشعب وحقها أن تقدم. هذا وجه. الوجه الثاني أن هؤلاء العلماء كلهم دمجوا بين النطق بالشهادتين والإيمان بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. ففي حديث جبريل لما سأله جبريل عن الإسلام ذكر أركان الإسلام 5 وبدأها بشهادة أن لا إله إلا الله، ولما سأله عن الإيمان ذكر أركان الإيمان 6 وبدأها بالإيمان بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدى النطق بالشهادتين شعبة من شعب الإيمان الظاهر، وهي أول ركن من أركان الإسلام، وذكر الإيمان بالله منفردا عن النطق بالشهادتين في أول أركان الإيمان. فحق من سرد شعب الإيمان أن يذكر النطق بالشهادتين ثم بعد ذلك يذكر الإيمان بالله مستقلا. ولهذا فإن هذا الكتاب خلا من ذكر النطق بالشهادتين، فدمج العلماء رحمهم الله وتتابعوا على ذكر الإيمان بالله وأن هذا متضمن الشهادتين. والذي يدل على أنهم أرادوا بهذا ذكر النطق بالشهادتين أنهم ذكروا بعد ذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا تفصيل لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيهقي ذكر رحمه الله أنه سار في ترتيب كتابه على هذا على طريقة الحليمي رحمه الله كما قال: ثم إني أحببت تصنيف كتاب جامع أصل الإيمان وفروعه، إلى أن قال بعد ذلك فذكر كتاب الحليمي ثم قال: فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على الأبواب، وحكيت من كلامه عليه ما تبين به المقصود من كل باب. فالبيهقي سار على طريقة الحليمي، والمختصر لم يخرج عن طريقة البيهقي، وإلا فحق الشعبة الأولى أن تذكر الشهادتان وهو التلفظ بالشهادتين جميعا، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطريقة التي سنتبعها إن شاء الله في التعليق على هذا الكتاب طريقة منهجية
تقوم على أولاً التعريف بالشعبة، ثم ذكر الأدلة عليها، وقد أزيد على ما ذكره المصنف لأنه أراد الاختصار، وقد أقتصر في ذكر الأدلة على ما ذكره، ثم أذكر منزلة هذه الشعبة، لأن المصنف رحمه الله لا يعلق ولا يذكر منزلة هذه الشعبة، فأذكر منزلة هذه الشعبة وهل هي من الإيمان الواجب أم من المستحب، ثم أذكر الطريقة في تحقيق هذه الشعبة، لأن هذا هو المقصود بدرسنا، وهو أن نمتثل هذا الباب العظيم وأن نحقق هذه الشعب. المؤلف رحمه الله أورد تبعا لمن سبقه من العلماء من الحليم والبيهقي جملة من الأدلة على هذا على هذه الشعبة وهي الإيمان بالله. ذكر جملة من الأدلة، منها قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهذه الآية تضمنت ذكر الإيمان بالله، فذكر الله في بداية هذه الآية الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أنهم آمنوا بما أنزل الله على نبيه، فذكر هذا على سبيل الإجمال والتعميم، ثم فصل قال كل آمن بالله. ففي الأول ذكر إيمانهم بما أنزل الله على نبيه، ثم فصل في ذلك قال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذكر هنا جملة من الشعب، وفصل في هذا المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله كل آمن بالله هذا دليل للإجماع، وأن هذه الشعب المذكورة أنها مما أنزل الله على نبيه، وأنه قد آمن بها النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بها المؤمنون، فدل على أن الإيمان بالله شعبة من شعب الإيمان. ثم ذكر من الأدلة على هذه الشعبة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وفي معنى هذه الآية ثلاث أقوال للمفسرين في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وأن قد يستغرب يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف يقال للمؤمنين الذين حققوا الإيمان آمنوا؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم المسلمون، في قوله يا أيها الذين آمنوا المخاطب بهذا المسلمون، يا أيها المسلمون آمنوا، فيكون المعنى، وهذا قول للحسن البصري رحمه الله، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن اثبتوا على إيمانكم، فيكون المعنى يا أيها الذين آمنوا وهم المسلمون الذين آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اثبتوا على إيمانكم وعلى تصديقكم حتى تلقوا الله، لأن الإيمان النافع هو ما لقي العبد به ربه تبارك وتعالى. وعلى قول آخر للمفسرين، وهذا لم يذكره ابن الجوزي، يا أيها الذين آمنوا الذين دخلوا في أصل الإيمان، آمنوا كملوا إيمانكم، وهذا متناسب مع تقسيم الإيمان إلى أصل وكمال كما تقدم. القول الثاني بحسب ما ذكره ابن الجوزي أن المقصود بيا أيها الذين آمنوا اليهود والنصارى، وهذا قاله الضحاك، ويكون المعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى والتوراة والإنجيل وبما جاء به عيسى، آمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث المنافقون، يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم، وقالوا قولا بألسنتهم لم يعتقدوه، يا أيها المنافقون الذين آمنتم في الظاهر آمنوا بقلوبكم في الباطن وحققوا هذا الإيمان. وهذه الأقوال كلها تدل على أن من الإيمان أو من شعب الإيمان الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فدل على أن هذه شعبة من شعب الإيمان. ك
كذلك من الأدلة قول الله تبارك وتعالى، وهذا لم يذكره المصنف، قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال الطبري في تفسيرها: يقول تعالى ذكره: ما المؤمنون حق الإيمان إلا الذين صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإيمان بالله من شعب الإيمان، وفي قوله ثم لم يرتابوا دليل على اليقين وعدم التردد وعدم الشك وعدم الريب، وهذا شرط الإيمان كما هو معلوم. من الأدلة التي ذكرها المؤلف حديث أبي هريرة متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هنا يلاحظ دمج هؤلاء العلماء بين الإيمان بالله وبين النطق بالشهادتين، فذكر الحديث هنا في الدلالة على النطق بالشهادتين، وهذا يدل على الدمج بين هاتين الشعبتين كما تقدم. ذكر أيضا من الأدلة حديث عثمان رضي الله عنه وختم به كلامه، وهو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا تأكيد إلى أن هذا الاستدلال هو للنطق بالشهادتين، ودليل على أن القول لا إله إلا الله من الإيمان، لأنه تقدم معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وهنا قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فدل على أن لا إله إلا الله أنها من الإيمان الذي يدخل به صاحبه الجنة. هذا ما جاء في الاستدلال لهذه الشعبة. أما منزلة هذه الشعبة، فهذه الشعبة هي شعبة واجبة، وهي أصل عظيم من أصول الإيمان، سواء قلنا أنها النطق بالشهادتين أو ما تضمنها هذا المعنى وهي النطق بالشهادتين، أو الإيمان بالله الذي هو ركن من أركان الإيمان. فالنطق بالشهادتين هي الركن الأول من أركان الإسلام، والإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان. فهذه الشعبة هي أعلى شعب الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعبة شعبة عظيمة، من لقي الله بها وهو النطق بالشهادتين دخل الجنة، ولكن لا بد أن يتضمن النطق بها التصديق بها والعلم واليقين والقبول والانقياد إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها العلماء، أن يقولها صادقا من قلبه كما جاء في الحديث، وأن يمتثلها وليس مجرد كلمة يقولها، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله، لكن لا بد من اعتقادها ولا بد من امتثالها، واليقين الذي يصحبها عند النطق بها، وكذلك امتثال ما دلت عليه، لأن معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية تحقيق هذه الشعبة؟ هذه الشعبة تتحقق بأصول، وسأذكر من هذه الأصول ما يجمع بين قول لا إله إلا الله والإيمان بالله على طريقة المصنف رحمه الله، وإلا فحق النطق بالشهادتين أن تفرد عن الإيمان بالله. فأول هذه الأصول النطق والتلفظ بهذه الكلمة العظيمة، لا بد من قولها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة المتقدم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا بد من التلفظ بها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب لما حضرته الوفاة، قال له عليه الصلاة والسلام: أي عم، قل لا إله إلا الله.
كلمة أحاج بها لك عند الله، فأبى أن يقولها، فدل على أنه لو قال لا إله إلا الله لدخل الجنة، فهي مفتاح الجنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها. الأعمال الأربعة هي بقية أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. أما النطق بالشهادتين فلا بد أن يتلفظ بها المسلم. ولهذا أجمع العلماء على أن رجلا لو قال أنا أعتقد صحة الشهادتين وأمتثل هذا الدين إلى كل ما شرع الله عز وجل وأنا ممتثل له، إلا أني لا أتلفظ بهما، أنه لم يدخل في الإسلام، فلا بد أن يتلفظ بها، ولا بد أن يقولها معتقدا لما دلت عليه وأن يمتثلها. ولهذا فرقان ما بين المسلمين وبين المشركين هي قول لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالمشركون أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فاستكبروا عن قولها. والمؤمنون دانوا بها وتلفظوا بها، ولا يوجد شيء يفرح به المؤمن ويجد سروره في قلبه أعظم من أن الله وفقه أن يقول لا إله إلا الله. فهذه قرة عيون المؤمنين والمسلمين أن هداه الله أن يقول لا إله إلا الله، في حين انصرف عنها خلق كثير، ملايين من البشر لم يقولوا لا إله إلا الله. تعرفون نسبة هؤلاء في المؤمنين؟ هذه تجاوزت الآن النسب التي نسميها نسب مئوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمنين في الكافرين كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود، أو كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض. كم نسبة الشعرة في جلد الثور؟ يعني ما تقاس بالمقاييس. هذه نسبتكم أيها المؤمنون في الكافرين، وأكثر هؤلاء من يأجوج ومأجوج وغيرهم من البشر الآن ملايين من الشيوعيين والملاحدة واليهود والنصارى واللادينيين والشهوانيين وأصحاب الأهواء الذين لم يدخلوا في الدين، الذين انصرفوا عنه حسدا وكبرا واتباعا للشهوات. فخصكم الله بلا إله إلا الله. ولهذا كل يوم المؤمن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه أصول عظيمة يفرح بها المؤمن. وأنا دائما أقول في كل شيء عوض إلا هذه الأصول الثلاثة، من فقدها لا عوض لها من غيرها. تفقد الابن يعوضك الله غيره، تفقد الزوجة تتزوج غيرها، تفقد المال يعوضك الله غيره. ما من شيء إلا وفيه عوض إلا من فقد هذه الأصول، من فقد ربه. أين العوض من المخلوقات لمن فقد ربه وانصرف عنه؟ لا عوض لله من خلقه، لا عوض للإسلام من الأديان الأخرى، لا عوض لهذا النبي من غيره من الأنبياء وغيره من العلماء. فيحرص المؤمن يتشبث بهذه الأصول الثلاثة ويكررها ويفرح بها ويمتثلها، وهي أول ما يسأل عنه في قبره. أول ما يسأل الإنسان في قبره لا يسأل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن بر الوالدين ولا عن صلة الرحم، يسأل عن هذه الأصول: من ربك وما دينك ومن نبيك. وإجابة الناس في القبور على قدر ثباتهم عليها في الدنيا، يثبت المؤمن عليها. إذا جاء الأمر من الله لا يعرضه على عقول البشر، إذا جاء الأمر من رسول الله لا يقارن بينه وبين أقوال العلماء، إذا جاء أن هذا هو الإسلام لا يقول هذا لا يعقل، هذا لا يقبل، ما وجدنا آباءنا عليه، هذا دين الله،
هذه الأصول الثلاثة يجب على المسلم أن يضحي بكل شيء من أجلها. ضحي بالسمعة والجاه والولد والزوجة، بل الوالدين إذا عارضاك ومنعاك من هذا الدين فلا تطعهما. ذكرنا في درس السيرة أن بعض الصحابة قتل أباه، وبعضهم هم أن يقتل أباه لما عارضوا هذه الأصول الثلاثة. فهذه الأصول الثلاثة يحرص عليها المؤمن، وهذه الشعبة العظيمة وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى تتحقق بالنطق بالشهادتين ابتداء واعتقاد ذلك. ولهذا ذكر العلماء أن من شروطها العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول، فلا بد أن يحقق هذه الشروط حتى يكون من أهل لا إله إلا الله. وقد نظمها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في هذين البيتين، قال: والعلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فيحرص المسلم على تحقيقها. الأصل الثاني الذي يتحقق به الإيمان بالله الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. يؤمن المؤمن بوجود الله، وأن وجوده أعظم من كل وجود، وأن وجوده حق. وما هذه المخلوقات التي تقع عليها الأعين والأبصار ونعلمها؟ كلها أدلة دالة على وجود خالقها سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فهذه المخلوقات كلها تدل على خالقها تبارك وتعالى. فيؤمن المؤمن بوجود الله، وأن وجوده حق، وأن الله في السماء لا في كل مكان كما يقول بعض أهل البدع، وإنما هو فوق عرشه كما قال تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من العقل والفطرة والحس، كلها تدل على وجود الله. بل حتى البهائم قال العلماء فطرت على الإقرار بوجود خالقها. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه لم ينكر وجود الله أحد من العقلاء، وإنما يقول بعض من يقول بعض ما جاء في إنكارها على سبيل المعاندة، كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى، وأخبر الله عز وجل أنهم يقولون ما لا يعتقدون، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جحدوا بالآيات وهم مستيقنون أنها حق. حتى المجوس يقول شيخ الإسلام ما أنكر وجود الله، وإنما يقولون بخالقين، بخالق للخير وآخر للشر، ويقولون الهيمنة لخالق الخير. فإذن الأصل الثاني الإيمان بوجود الله والإقرار بوجوده وإثبات وجوده سبحانه وتعالى، وأن وجوده أعظم من كل وجود، وأنه لا يفتقر في وجوده سبحانه وتعالى لغيره من المخلوقات، وأن وجوده دائم باق، هو الحي الذي لا يموت والخلق يموتون، لم يسبق بعدم، والخلق كلهم مسبوقون بعدم، ولا يرد عليه الفناء سبحانه وتعالى. فهذا مما يجب المؤمن، يجب على المؤمن أن يؤمن به. ثم الأصل الثالث وهو أن يؤمن بتوحيد الله. وتوحيد الله على ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله من الخلق والإيجاد والرزق والإمداد وغيرها من أفعاله التي هي مقتضى ربوبيته وتدبير شؤون خلقه. فيؤمن المؤمن بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار، المدبر لشؤون خلقه، لا مدبر لشؤون خلقه إلا هو، لا يطيع أحد طاعة إلا بإذنه وبأمره، ولا يعصي أحد معصية إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. ثم النوع الثاني الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات،
أن تثبت الأسماء لله كما أثبتها لنفسه، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نثبت لله الأسماء، وأسماء الله ليست محصورة وهي توقيفية. وأما الحديث إن لله 99 اسما فلا يدل هذا على الحصر، ولكن معنى الحديث أن لله أسماء بهذا القدر من أحصاها دخل الجنة، وليس معنى ذلك أنه ليس لله من الأسماء إلا هذا العدد. كذلك تؤمن أيها المؤمن بصفات الله ولا تشمئز من إثبات الصفات لله كما يشمئز المعطلة ويقولون هذه الصفات تدل على التشبيه. ثم تأمل ما ذكر الله في كتابه في إثبات الصفات: أثبت لنفسه القدرة في قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وأثبت لنفسه صفة العلم في قوله: وهو بكل شيء عليم. وأثبت لنفسه صفة الحكمة في قوله: والله عزيز حكيم. وأثبت لنفسه صفة العزة في قوله: وهو عزيز والله عزيز حكيم. وأثبت لنفسه صفة الخلق في قوله: الله الذي خلق السماوات والأرض. وأثبت لنفسه صفة الإحياء في قوله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم. وأثبت لنفسه صفة الاستواء في قوله: الرحمن على العرش استوى. وأثبت لنفسه صفة الإعطاء في قوله: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك. وأثبت لنفسه صفة الإرادة فقال: فعال لما يريد. وأثبت لنفسه صفة الرزق فقال: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأثبت لنفسه صفة الوجه قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأثبت لنفسه صفة اليدين قال: بل يداه مبسوطتان. وأثبت لنفسه صفة العينين قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفة الأصابع قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه صفة النزول قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك مما ورد في إثبات الصفات. للأسف حرم هذا الباب العظيم كثير من المصنفين للأسف في التفسير وفي الفقه وفي الحديث، فإذا جاءت هذه الآيات قالوا: والله منزه عن التجسيم والتشبيه، وإنما هذه مجازية، هذه معاني مجازية، تعالى الله عن ذلك. لما قالوا؟ قالوا: لو أثبتنا له اليد والسمع والبصر فإن هذا دليل على تشبيهه بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وأنا أذكر شاهدا يلمسه كل إنسان كل عاقل، لا نذكر هذا من الأدلة وإنما من الواقع. نحن الآن نثبت للإنسان يدا ووجها، ونثبت للجمل وجها ويدا، ونثبت هذا للقط وللحمار وللبقر ولكثير من المخلوقات، فهل هذه الأوجه متشابهة؟ إذا أثبتت للجمل وجها وللإنسان وجها يأتيك عاقل يقول أنت مشبه. لما؟ لأنك أثبتت وجها وللجمل وجها فيلزم الوجه أن يكون كالوجه. هل يقول بهذا عاقل؟ والله لو أن أعرابيا في الصحراء معه وفي يده خطام جمله وقال له رجل: إن وجهك يشبه وجه جملك، لقال هذا مجنون. فإذا كان هذا منتفي المشابهة بين وجه الجمل وبين وجه الإنسان، وهذا وجه حقيقي وهذا وجه حقيقي، فكيف ينقدح في النفوس مشابهة وجه الله لوجوه المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. إذن هذه حقيقة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية، هناك اشتراك في الأسماء في الوجه واليد، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، بل جاء كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء،
الجنة فيها حور والدنيا فيها حور، الجنة فيها قصور والدنيا فيها قصور، الجنة فيها عنب ورمان والدنيا فيها عنب ورمان، ولكن ليست هذه الحقائق كالحقائق، فليست الحوراء في الدنيا كحوراء الآخرة. فمن الذي رأى وجهه في صفحة خد امرأة حوراء في الدنيا؟ ولولا أنه ذكر هذا في النصوص لما أدركت العقول أن حوراء الآخرة تكون بهذه الصفة. فإذا نثبت الصفات لله عز وجل من غير تشبيه ومن غير تعطيل، فنحن نثبت من غير تشبيه وننزه الله من غير تعطيل. وهذا باب عظيم يجب على المسلم أن يحذر كل الحذر، لأن كتب التفسير وكثير من كتب الفقه وكثير من كتب السير امتلأت بتعطيل الصفات، لأن أولئك مع فضلهم وبعضهم من أهل العلم إلا أنهم لم يهتدوا إلى الحق في هذا الباب. وقرر هذا أهل السنة من الصحابة والتابعين وسلف الأمة إلى اليوم، وعلماء أهل السنة يثبتون الصفات لله عز وجل. ثم النوع الثالث وهو توحيد العبادة، وهو توحيد الله بأفعال المخلوقين، وهذه العبادة منقسمة على القلب وعلى الجوارح وعلى اللسان، فنحقق هذه العبادة ونخلصها لله عز وجل. وتوحيد العبادة يقوم على ثلاثة أصول: على الإيمان بالله، فإن العبادة لا تقبل إلا من مؤمن. والأصل الثاني الإخلاص لله في العمل، فإن العبادة لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والأصل الثالث المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. فحقق هذا النوع بالإيمان بالله والدخول في الإسلام، وهذا بحمد الله تحقق للمسلمين. ثم بعد ذلك: لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله. قال العلماء: ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب، هو الذي شرع لنا الدين. ولا يجوز لمسلم أن يشرع في دين الله وأن يستحسن في دين الله. قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. تشريع لله، ولا يجوز لنا أن نستحسن عبادة بقلوبنا أو بألسنتنا ونقول هذا أحسن، إنما الدين ما شرع الله. ثم بعد ذلك تؤدي هذه العبادة بإخلاص لله، لا تريد ثناء ولا تريد جاها ولا تريد أن تمجد ويقال عابد زاهد، وإنما تريد أجرك من الله، تخفي عملك عن الناس قدر المستطاع. كان بعض السلف يقول: والله وددت لو أني أعبد الله بعبادة لا تطلع عليها حتى الملائكة. انظروا إلى قوة الإخلاص عنده، يقول: تمنيت أني أعبد الله بعبادة لا تطلع عليها حتى الملائكة. فكيف الآن بعض الناس وبعض المسلمين في هذا العصر ما يكاد يركع لله ركعة إلا يصور هذه الصورة وينزلها على ما قال في حسابه، حتى الناس يرون ويعلمون أنه صلى في قبى، صلى في المسجد الحرام، صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت بعضهم في المسجد النبوي يعطي الجوال لصديقه ويقول له صور، ويرفع يديه بالدعاء. سبحان الله، ما الذي يريد هؤلاء؟ يريد أن يرائي، أن يمدح أنه يدعو الله، أنه صلى في هذا المكان؟ كان السلف يغارون على عبادتهم ويتمنى أحدهم أن لا يطلع عليها الملائكة، ونحن الآن نسمع ونرائي ونظهر الأعمال. فالمسلم يراقب الله ولا ينظر لغير الله، وإنما يراقب الله في عمله. وإذا علم الله منك العبادة فيكفيك علم الله فيك، يكفيك علم الله عن مدح الناس، يكفيك رفعة الله لك عما ترجوه من الرفعة عند الناس، يكفيك رزق الله الذي يرزقك إياه أن تطلب الدنيا من الناس بهذا الدين. فهذه الأصول لا بد من تحقيقها في هذه الشعبة العظيمة، وهي الإيمان بالله بدءا بالنطق بالشهادتين، ثم الإيمان بوجود الله، ثم الإيمان بتوحيده، أنواع التوحيد الثلاثة: التوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. هذا والله أعلم،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.